تلميذات والتلاميذ، أهلا بكم. سنتابع تصحيح الجزء الثاني من الامتحان الوطني الدورة العادية 2019 علوم فيزيائية. إذن وصلنا للسؤال الثاني. يكتب التعبير العددي للمعادلتين الزمنيتين x دو تي و y دو تي لحركة جي كما يلي. إذن عدنا x دو جي وعدنا y دو جي بدلة الزمن. x و y معطاة بالمتر والزمن بالسكوند، يعني في النظام العالمي الوحدات. إذا السؤال تحقق أن سرعة جي هي في النقطة سي هي في سي كتساوي 20 متر بر سكوند. إذن أعيد صياغة المعطيات. لدينا هاد جوج معادلات وطلبوا منا باش نتحققوا من السرعة كتساوي 20 متر بر سكوند. إيوا ما ننساش أننا بينا في السؤال السابق هاد لو بلون، هاد لو بلون هذا اللي غنبقاو نستعملوه دائما في حركات قذيفه، ونقدروا ناخذوا منه كيف كتشاهدوا، نقدروا ناخذوا منه المعادلات الزمنيه اكس و واي، نقدروا ناخذوا منه الاحداثيات ديال السرعه، والتسارع راه معروف من طبيعه الحال. جميل. ايوا من خلال هاد البلان اللي عطيناكم، يعني دائما كتكون عندنا التسارع، كندوزو من تسارع السرعة كنبحثو على الدالة الأصلية، ومن السرعة كندوزو على متجهات الوضع باش نبحثو على الدالة الأصلية. إذن هاد المعادلة هذه إكس هي هذه، وهاد إيكغيك هي هذه. إيو جي إيكغيك راه هي موان جي اللي هي هذه. جميل. إذن هادشي وصلنا ليه في السؤال السابق. الشروط البدئية. إذن الشروط البدئية عند اللحظة زيرو، في زيرو هي النقطة، هي السرعة ديال السي، وبينا بأن في زيرو إكس راه هي في سي كوس ألفا، وفي زيرو إكراك هي في سي نيس ألفا، وهادو كيساوي صفر لأن أصل التاريخ منطبق مع أصل المعلم. جميل. إيوا سيدي دابا ما علينا إلا نعوضو. إذن شكون هي الإكس هادي؟ هي في زيرو إكس، وفي زيرو إكس فينا هي؟ نعاود نغير اللون. في زيرو إكس هي هادي اللي أمامكم. الشروط البدئية هي وهاد إكس زيرو شحال كتساوي؟ كتساوي زيرو. إذا معناه هاد المعادلة صبحت هي هادي، وهاد أيكغيك بينا بأن هي ناقص جي، إذا هي موا هاد إيكغيك اللي هي هادي هي موا أن دومي جي تي كاري بلوس هاد في زيرو سينوس في زيرو إيكغيك هي هادي، و إيكغيك زيرو هي زيرو. جميل. إوا غنعملو مماثلة، عطونا هما إكس دو جي و إيكغيك دو جي اللي هما هاد جوج معادلات. إذا باش هادي تكون هي هادي، إذا غنديرو واحد المقارنة صغيرة، نغير اللون. مادام هاد إكس هادي كتساوي في سي مضروبة في تي، و إكس كتساوي هاد القيمة في تي، إذا معناه هاد الشي اللي مضروب في تي راه هو هاد. إذا معناه أن في سي كوس ألفا كتساوي 19 وصلة صفر جوج. جميل. ودابا المقارنة ديال إيكغيك. إذا لكانت هاد إيكغيك هادي هي هادي، فهاد الشي هذا هو هذا اللي في تي كاري، وهادي اللي مضروبة في تي المعامل ديالها هذا راه هو هاد القيمة هادي. إذا في سي سينوس ألفا كتساوي شحال؟ 6.18. والواحد السرعة كتكون دي من متر بار سكوند، متر بار سكوند، لأن مركبة ديال السرعة. إيوا إلا بغينا في سي كنعرفو بأن السرعة هي الجذر مربع ديال مجموع المركبات مربع. إيوا شكون هي في زيرو إكس؟ في زيرو إكس راه هي في سي كوس ألفا. شكون هي في زيرو إيكغيك؟ هاهما هي في زيرو سينوس ألفا. إيوا هاد في سي كوس ألفا اللي هي هادي هي هاد القيمة هي 19.02 وكاري، وهاد في سي سينوس ألفا اللي هي هادي هي هاد القيمة 6.18 وكاري، وهكذا بالآلة الحاسبة غنوجدو القيمة، وهذا هو اللي مطلوب. السؤال الموالي.
رقم 3. إذن نعم تعتبر القفزة ناجحة إذا تحقق الشرط أن السيبي تكون أكبر من أو تساوي 30 متر. إذن نبين أن القفزة المنجزة في هذه الحالة غير ناجحة، معنى أن السيبي غتكون صغر من 30. جميل. إذن نعيد المعطيات. القفزة تكون ناجحة إذا تحقق الشرط اللي هو السيبي أكبر من 30 متر أو تساوي. إذا نبين أن القفزة في هذه الحالة غير ناجحة. إذا انتبهوا الآن، سي هي هذه النقطة و بي هي هذه النقطة، هذه هي السي بي اللي كنتكلموا عليها. هذا السي بي راه هي إكس ديال بي، لأن المحور اللي خدامين فيه هو محور ديال إكس. إذا النقطة اللي كتهمنا هي بي. إذا شكون إكس بي؟ هي السي بي اللي غنقلبوا عليها. وشكون هي إيكغيك ديال بي؟ إذا لا درنا الإسقاط ديال بي على إيكغيك، شوفوا بي كتنتمي لإكس، إذا الإسقاط ديالها على إيكغيك يساوي زيرو. إوا كيظهر لي الآن يمكن ليا نخدم إحدى المعادلات الزمنية. إوا المعادلة اللي عندنا هي هذه ديال إيكغيك وهذه ديال إكس اللي عطاوهم لينا في البداية. عندي الحق نخدم الآن المعادلة الثانية. علاش؟ لأن بي معروفة إيكغيك ديالها. إذا لا درنا إيكغيك ديال بي هنا، حتى هنا غندير لها ديال بي ديال بي، وغتولي هي هذه المعادلة. وإيكغيك بي شحال كتساوي؟ قلنا كتساوي صفر. إذا هذه المعادلة كتساوي، غنعملو تي بي هي هذا الشيء، وباش هذه تكون في هذه كتساوي زيرو، خاص هذه تساوي زيرو. إذا هنا كنوجدو ناقص هذا، وهكذا كنلقاو تي بي. ومن اللي غنلقاو تي بي غادي نرجعوا للمعادله واحد اللي هي هذه. الا درنا هنا اكس بي خصني هنا كذلك ندير تي بي اللي هي هذه، والتي بي ها هي معروفه غادي نعوضوها هنا. اذا لا عوضناها بالقيمه ديالها اللي هي هذه، هكذا كتخرج لي اكس بي اللي هي سي بي. او سي بي اللي خرجت ليا صغر من 30، اذا معنى القفزه غير ناجحه. جميل. السؤال اللي بعد منه الأخير، حدد السرعة الدنيا في مينيمال التي يجب أن يمر بها جي من النقطة سي لكي تكون القفزة ناجحة. يعني بحال غنبحثوا على القيمة الجديدة ديال في سي اللي غنسموها في مينيمال. إذن كيفاش غنتعاملوا؟ كيخصنا شويه ديال الرياضيات باش نحاولوا نشخصوا هاد الظاهره، ويمكن لينا نتعاملوا معها بسهوله. إذن لاحظوا، إذن نبحث عن السرعه في سي مينيمال لكي تكون القفزه ناجحه. إذن هاد في سي تساوي تكون في مينيمال، الشرط هو ان اكس بي بالضبط تساوي سي دي، حيت ملي غتفوق تفوت هذه القيمه اكس بي غتفوت هذه القيمه. اذا السرعه الدنويه هي ان في سي خصها تكون تساوي في مينيمال باش بالضبط اكس بي اللي هي سي بي ماشي سي دي سي بي تكون تساوي 30 متر. يعني ملي غنتجاوزوا السرعه غنتجاوزوا هذه المسافه. إوا دابا كيخصنا نرجعوا للمعادلات اللي وجدنا نظريا، هذه وهذه اللي خديناهم من البلان. إوا كي غنديروا باش نحلوا هذا المشكل؟ غادي نقلبوا على معادلة المسار اللي كتربط ما بين إيكغيك و إكس. باش نوجدوا معادلة المسار غادي نجيو لهذه المعادلة الأولى، هذه اللي غنسموها 3، ونخرجوا منها الزمن اللي هو هذا، ونعوضوه في المعادلة الثانية هذا الزمن اللي لقيناه. إذا نعوض في المعادلة 4، وهكذا غتولي إيكغيك اللي هي هذه هي موان دومي جي اللي قدامنا في الديكاري. في بلاصة تي غنديرو هاد العملية هذه، وفي بلاصة تي غنديرو هاد الشي اللي عندي هنا. إذا هاذي، وهكذا كنوجدو هاد المعادلة. اللي عنده علاقة مع من؟ عنده علاقة بين إيكغيك وبين إكس.
على الشكل AX كاري بلس BX بلس C كتساوي زيرو، معناه المعادلة ديال الشلجم، وهي هذا المسار كيكون شلجمي. إيوا النقطة اللي كتهمنا الآن هي سقط في بي بالضبط سي بي. إذن في النقطة بي شحال قلنا بي كتساوي إيكغيك بي زيرو، إذن غادي نرجعو للمعادلة وغنعوضو إيكغيك هنا ببي وإكس هنا ببي، وهذا الشيء هو اللي غنحصلو عليه. وحنا كنعرفو النقطة بي كما أشرنا سابقا كتساوي زيرو، إذن غتولي عندي معادلة اللي هي هاد، كلشي معروف إلا في سي اللي غتبقى مجهولة، هي اللي غنسموها من بعد في سي مينيمو. إذن عوضنا كلشي بالأرقام ديالو، وهكذا غنحسبو غنلقاو القيمة ديال في سي بالآلة الحاسبة، يعني حل المعادلة. شكرا على المتابعة، وما تنسوش بأن هاد الامتحان هذا حاولت نعطي فيه بزاف ديال التفاصيل باش نبين المنهجية اللي كيخصكم تنهجو. من بعد غادي نقوم بالحل السريع دون الخوض في هذه الأمور. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.